ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فيديو النهاردة هنتعرف فيه على أمنية كو، بس قبل ما نبدأ الفيديو التمثيل مع عائلة الجمل. الأسطورة محمود الجمل هو السبب، لأنه طلب من أمنية تكون بطلة أفلامه، لأنه أمنية موهوبة جدا، وأمنية وافقت. وكمان عمه صالح، بس كان عنده شرط مهم جدا، وإنها ما تأثرش على مذاكرتها وتطلع دايما من الأوائل. وأمنية أثبتت لباباها إنها بتطلع من الأوائل كل سنة، عشان كده هي مستمرة معانا في الأفلام. أمنية عندها قناة على اليوتيوب وبتضم أكتر من 900,000 مشترك، وبتشارك فيها تحديات وفلوجات ومقالب مع العيلة. حصدت قناتها أكتر من 130 مليون مشاهدة. وبالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، أمنية عندها حساب على إنستجرام بيضم أكتر من 60,000 متابع، وبتشارك فيه كل صورها وصورها مع العيلة. ودلوقتي هسيبكم تشوفوا صور أمنية كو وهي صغيرة. ما تنسوناش في اللايك وكومنت تقولوا فيه عاوزين تتعرفوا على مين في العيلة. بنحبوكوا جدا، مع السلامة.